مواصلة لأنشطة ما أهد البحوث من أجل التنمية المتعلقة بالدراسات والبحوث حول التعليم العربي الإسلامي بمنطقة الساحل، جاء تنظيم هذه الورشة الوطنية الخاصة بعرض نتائج البحث في التعليم العربي الإسلامي في تشاد، وأن هذه الدراسة شملت مؤسسات التعليم غير النظامية كالخلاوي القرآنية ومراكز محو الأمية. هذا ما أكده الباحث في البيرنغوجي الذي قدم حصيلة شاملة للدراسة الميدانية التي أجريت في كل من ولاية والداي والبطحاء وحجر لميسة وولاية بحر الغزال واللوغونين إلى جانب ولاية شاري الأوسط، فضلا عن إجراء مقابلات مع الأساتذة والباحثين في التاريخ والحضارة والاعتماد على البحوث السابقة وكتب التاريخ في الممالك الإسلامية التي عرفتها المنطقة. إن الطلاب الذين يدرسون في الخلاوي لهم الحق في التدريس في وزارة التربية الوطنية، تقوم برعايتهم وتدريبهم وتعليمهم بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وقد ينفذ هذا البرنامج في خلال هذه السنة الدراسية. وننوه إلى أنه بجانب البلاد فقد أجريت دراسات ميدانية حول الموضوع بكل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا والسنغال.